بيوتنا. وهنا ينبغي علينا أن نتذكر أو نعود إلى أنفسنا نحن الرجال بعد أن ذكرنا النساء، هل قمت بواجبك أيها الرجل؟ زوجا كنت أو أبا أو أخا أو ابنا، هل قمت بواجبك تجاه تربية النساء؟ هل ربيت هذا النشب على ما أمر الله تعالى به، أم أنك تذهب من الصباح فلا تعود إلى المساء ولا تدري ما أحدث أهل بيتك بعدك، ولا تدري ما صنع أهل بيتك، ولا ما إلى نظر ولا إلى الشيء الذي نظروا إليه ولا إلى ما سمعوا إليه، لا تدري أي من ذلك. تقول أسعى عليهم، ولكن من السعي عليهم أيضا أن تأمرهم وتنهاهم وتربيهم على أمر الله، هذا أيضا نوع من السعي، بل هو أفضل أنواع السعي. قبل أن تقول أسعى عليهم ليطعمهم وأجعلهم يشربون، قبل أن تقول ذلك قل إنني مكلف بتربيتهم وتأديبهم، بأمرهم، بأمر بناتي ونسائي على الشريعة. كثير منا يذهب ويخرج ولا يدري ما يحدث، وتعرض الفضائيات وشاشات العالم ما لا يرضي الله تعالى، وتجلس البنات الصغيرات لينظرن إلى ما حرمه الله قبل أن نقول على أشياء وأشياء، لننظر إلى هذه النساء اللواتي يعني يعتبرهن كثير من الناس أبسط ما يكون إلى ما يسمى اليوم بالغناء. لو أنك نظرت نظرة واحدة لعلمت أن كل مهاوي الردى تجتمع اليوم في غناء هذه الشاشات، كل مهاوي الردى وكل أسباب الضلال تجتمع فيما تعرضه هذه الشاشات. فليتق الله من يسأل عنها، فليتق الله من يسأل عنها، فإنهم سيحاسبون وسيقفون أمام الله ليسألهم عما أفسدوا من هؤلاء الناس، عما عرضوه على الناس وبثوه فتعرضوا بسببه للفتن، فإنهم سيسألون ونحن سنسأل أيضا. إن الله تعالى قد كلفك وأمرك بمنع أسباب الحرام أن تدخل إلى بيتك، واليوم هذه الفتن وأنواع الصفور التي تعرض ليلا ونهارا في شاشات العالم، والتي لا يرضى الله تعالى عنها، كثيرا من الناس لا يهمه إن نظرت بناته إلى ذلك أو لم تنظر، لا يهمه، ولكنك لا تدري ما تحدثه أمثال هذه المناظر في القلوب. كل نظرة لها أثرها في القلب، كل نظرة، النظرة الأولى لك والنظرة الثانية عليك. والمرأة نوعا من البشر، المرأة لها إحساس وعاطفة وشعور، نوعا من البشر، لا تدري ما تحدث هذه الأنظار وهذه المشاهد في قلب المرأة، والتي تنشأ على ذلك وتشب لتصبح عندها أمثال هذه الأشياء طبيعية ولا تتأثر بها ولا يخطر في بالها أنها مما حرمه الله. لماذا؟ لأنها نشأت على ذلك، وما قال لها أبوها أو أخوها يوما لا تنظري إليها، بل ومن منعها أو قطع هذه الأسباب أسباب الفتن عنها، ما يخطر في بال كثير منا اليوم أيها الإخوة مثل ذلك. وأتساءل لماذا؟ لماذا؟ لماذا قصرنا في هذا الواجب؟ هل جاء أحد منا يوما إلى بناته فجلس معهن في المساء ليقول لهن أريد أن أحدثكم عن نساء رسول الله؟ والقدوة الصالحة هي أعظم ما يزرع القوة والإيمان والخير في النفوس. القدوة الصالحة ليقول لهن أريد أن أحدثكن عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، عن نساء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نزل قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، قالت السيدة عائشة كما يذكر الحافظ ابن كثير عند تفسير هذه الآية
قالت السيدة عائشة رحم الله نساء الأنصار: لما سمعنا بهذه الآية خرجنا فإذا كأن على رؤوسهن الغرابيب أو كأنهن الغربان السود. لما أمرهن الله تعالى بالحجاب احتجبن كليا حتى ما يرى الرجل منهن شيئا، حتى إذا نظرت إليها تظنها غرابا أسود لأنها تلبس ما يحجز نظر الناظرين إليها.